بسم الله الرحمن الرحيم. زبناءنا الكرام، من خلال هذا الفيديو غادي نحاول نبين لكم الاجراءات التي تقوم بها فرق تابع لمصلحه زبناء قسم الكهرباء من اجل تركيب العدد الكهربائي. اولا، بعد ما يقوم الزبون باداء جميع المستحقات اللازمه في اطار عقود الاشتراك بالكهرباء في احدى الملحقات التابعه للوكاله، كنقوم حنا بالمصلحه التقنيه بشكل يومي باستخراج لوائح من نظام تسيير الزبناء الرقمي للوكاله، فيها المعلومات الخاصه بالمشتركين الجدد. هذه المعلومات هي بالاساس رقم العقده، اسم المشترك، عنوانه، رقم الجوله، ونوع العدد حسب القوه المطلوبه لهذا الزبون. بالموازاة مع ذلك، كاين واحد التقني اللي هو رئيس الخليه كيقوم باخراج العدادات الضروريه من المخزن الرئيسي ديال الوكاله لاجل التجهيز ديالها. هاد اللوائح والعدادات الكهربائيه كنفرقوا على الفروق حسب الارقام الجولات لتحديد المسارات فروق من اجل تركيبها بطريقه فعاله. في نهايه هذه العمليه، الفرق التقنيه تقوم باعاده هذه اللوائح الى رئيس الخليه بعد اضافه رقم التسلسلي للعدادات الموضوعه حسب رقم العقده لكل مشترك، مع الاشاره الى باقي العدادات اللي ما قدروش يركبوهم مع ذكر العائق. في هذه الحالة يقوم رئيس الخلية بالاتصال بالزبون مباشرة إذا كان رقم هاتف متوفر، وكيشرح له الأسباب التي حالت دون وضع العداد الكهربائي، وكيحدد معه موعد جديد من أجل وضع العدادات، وبطبيعة الحال بعد رفع تلك العوائق. أخيرا، كنرجعوا إلى نظام تسيير الزبناء الرقمي للوكالة من أجمل المعلومات الخاصة بالعدادات الموضوعة، باش القسم التجاري يأخذها بعين الاعتبار أثناء عملية القراءة والفوترة. زبناءنا الكرام، هذه نبدا مختصره على عمليه تركيب العدادات الكهربائيه بالنسبه للمنخرطين الجدد. الا كان عندكم شي تساؤل ولا استفسار، خليوه لنا في التعليق اسفله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.